طيب دكتورة عيشة سمير، نائب ايوه، مدير مركز السموم بالقصر العيني، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ويا حياتك بقى افصلي لنا، لان الموضوع ده مهم جدا. هناك مريضة بتقول او بتزعم ان هي بتتعرض من اعدائها ان هما بيحطوا لها سم الزرنيخ، او ابنها جه قال لها ان هي سمعت حماتها بتقول ان هي بتحط سم الزرنيخ في الاكل والشرب لمده طويله جدا، فهي تعرضت للكسل وللنوم الكتير والاعراض كتير جدا، منها البهاق اللي ظهر عليها، وبعديها بشهرين ابتدى اولادها يظهر لهم نفس الحكايه. هل سم الزرنيخ فعلا من الاعراض الجانبيه او من الحاجات اللي بتسببه البهاق؟ هو الزرنيخ، هو المادة دي ممكن تطلع عن طريق الصناعات، بيتعرض ليها العامل في المصنع، فممكن يكون العامل ده مش لابس جوانتي او مش لابس حاجات الوقائية، فممكن يحصل له تسببات جلدية، فده ممكن تسمم الزرنيخ. وفي تسممات حادة وفي تسممات مزمنة. حضرتك ما شفتيش الصورة صح؟ لا لا، ما شفتش طب الصورة. ممكن بس حضرتك نبعت لك الصورة. هو بهاق، مش يعني هو بهاق، مش يعني احنا قرينا على السوشيال ميديا انه ممكن يحصل بهاق، بس عايزين نتأكد من حضرتك، هل فعلا ممكن البهاق يظهر نتيجة تعرض لسم الزرنيخ عن طريق الاكل والشرب لمدة طويلة؟ لا لا، ما يطلع يطلع، بس لو تعرض عن طريق تعرضه في بالجلد، تعرض في الجلد، لكن عن طريق الهضم او المعده، ما عن طريق يعني الاكل ما يعملش بهاق، ما يعملش حاجه جلديه، طب انا اعراض جلديه. انا قريت ان هو حضرتك ممكن ملح الطعام بيبقى فيه، مياه الشرب، الطلاء او الدهان، مستحضرات التجميل، تمام، يبقى فيها نسب معينه بس ما بتاديش الى الامراض الجلديه، يعني دي بتدخل. الزرنيخ ممكن يلوث الميه ممكن تكون في تلوث الميه بالزرنيخ، ممكن للدهانات تدخل فيها ماده الزرنيخ، بيحسس نوعيه الدهان، فده بيتعرض ليه اكثر العمال اللي شغالين في المصانع. انا دلوقتي شفت الصور، الصور اللي حضرتك بعتيها، وصورة الولد كمان. لا، ده حضرتك يعني مش مذكور اللي هو بيعمل كده، مش مذكور هو انه ممكن بيعمل. يعمل. ولو حصل حاجه زي كده اكتر بيبقى للعاملين في المصانع، مش لحد حطت لحد يعني في الاكل او الشرب. ومحتاج مدة طويلة طبعا. طبعا مده طويله، محتاج مده طويله وتعرض، لكن مش هذا المنظر. ممكن ساعات بيعمل كمان سرطان في الجلد، بس مش المنظر اللي حضرتك بعتيها. أنا بشكر حضرتك جدا.